كما كتشوفوا معنا كاين شرط النضالي عباره عن اضراب اقليمي ووقفه اقليميه بمستشفى العرائش للنقابه المستقله، حضرها منخرطي ومنخرطات النقابه المستقله والعديد من عموم الممرضين على اختلاف تلاوينهم النقابيه. دونك وقفه اليوم تاتي في سياق البيان الجهوي اللي دعا ليه نكتب جهه النقابه المستقله بجهه طنجه تطوان الحسيمه، اللي كيتضمن مسلسل نضالي عبر ثلاث محطات اساسيه في هذا الشهر، هي وقفه ديال اليوم وجانب الاضراب، كذلك تكون عندنا وقفه جهويه واضراب جهوي يوم 16 يناير. الوقفه غتكون المقر ديالها بمستشفى الجامعي بطنجه، ويوم 23 ان شاء الله غيكون اضراب جهوي كذلك من فوق بوقفه امام مديريه جهويه الصحه والحمايه الاجتماعيه بطنجه. ربما يقول قائل يعني كاين حوار، الناس عارفه بان كاين حوار داخل وزاره الصحه وكاين يعني نقابات على اختلافهم يعني تتحاور مع وزاره الصحه ودار واحد التجميع ديال المعطيات ديال المطالب ديال اختلاف على اختلاف يعني الفئات، وتم رفعها الى وزاره الصحه الى الحكومه عفوا من اجل يعني الرجوع بعرض حكومي يحمل ارقام وتواريخ محدده من اجل احقاق السلم الاجتماعي داخل وزاره الصحه. اللي كاين اليوم علاش حنا خرجنا الاحتجاج؟ اولا نحن خرجنا الاحتجاج في سياق جهوي، وهذا فيه تجسيد المبدا الديمقراطيه الداخليه للنقابه المستقله، حيث ان القرار هو قرار القواعد وقرار المناضلين. يعني لا اخفيكم شيئا، القواعد احست نوعا من محاوله تعويم المطالب التمريضيه ومحاوله الاجهاز عليها والركوب عليها، الشيء الذي يعني اعاد بنا الذاكره مجددا الى الوراء كي يعني الى حدود سنه 2026 و2022، حيث تم اقصاء الممرض في محطتين اللي هما كبار واضحين في التاريخ. اليوم نحن يعني نتوجس من تكرار هذه الاقصاءات وهذه النكبات وهذه الانتكاسات، لذلك كان لابد ولزاما علينا كقواعد وكمنخرطين وكمكاتب اقليميه الخروج الى الشارع في رسالة صريحة إلى أولا المكتب الوطني من أجل تحمل مسؤوليته التاريخية والترافع بكل بسالة أمام يعني الأطراف المتدخلة جميعها من وزارة الصحة والحكومة وجميع الأطراف الأخرى. كذلك يعني نرسل رسالة واضحة المعالم إلى رئاسة الحكومة وإلى الوزارة من أجل يعني إنصاف الممرض، والتشديد على أن هذه المرحلة هي مرحلة إنصاف الممرض، وإلا فإننا سوف نسير بهذا القطاع نحو المجهول، خصوصا وأنه مقبل على إصلاحات جذرية، إصلاحات شاملة تتطلب تضافر جهود وتحقيق السلم الاجتماعي داخل وزارة الصحة.